مستمعي قناة شوف تيفي رانس، اهلا مرحبا بكم معنا في هذا الخبر في ساعة قبل الفطور. هو حقيقة خبر عاجل من تطوان. الحمد لله أن مدينة تطوان الآن الله طبعا تضافر جهود كل السلطات والأطقم الطبية بالدرجة الأولى أنها تسجل صفر حالة الآن بكورونا. تطوان الآن غادروا 4 ديال الأشخاص مستشفى الإقليمي سنة الرمل قبل لحظات، وبهذا تكون تطوان الحمد لله لحد الساعة صفر حالة متتبعين. إذن تطوان كتغلب الآن على الفيروس ديال كورونا وكتوصل للمرحلة ديال صفر حالة الحمد لله. هذا خبر طبعا تيفرح في هذا اليوم 27 رمضان طبعا، وكما أكدتنا مصادر طبية في الأسبوع الماضي يعني بمجهودات طبعا بجهد الله والمجهودات ديالهم أنهم تطوان ممكن توصل قبل عيد الفطر بصفر حالة، والحمد لله هي وصلت لصفر حالة الآن. إذن هذا خبر عاجل تيهم كل مغاربة وساكنة تطوان والإقليم بوجه الخصوص. تطوان الآن الحمد لله تسجل صفر حالة إصابة بكورونا بعد ما غادروا قبل لحظات 4 أشخاص غادروا المستشفى الإقليمي صنية الرمل مشاو المنازل ديالهم، وبهذا نكون الحمد لله أننا وصلنا للمبتغى تطوان صفر حالة. ونتمنى كذلك أن كل المدن المغربية في القريب العاجل إن شاء ربنا حالة بالصبر طبعا تضافر الجهود الأطقم الطبية والسلطات الأمنية والمحلية وكل من ساهم من قريب وبعيد في هذه الجائحة. شكرا لسكينة تطوان، شكرا للأطقم الطبية، شكرا للسلطات الأمنية السلطات المحلية والمواطنين السكينة ديال تطوان كذلك. خبر تفرح الحمد لله أنه تطوان الآن صفر حالة مستشفى الإقليمي صانية الرمل بصفر حالة قبل لحظات بعد ما غادروه 4 ديال. إذن كما قلت متابعينا الحمد لله أنه تطوان صفر حالة في هذه الأثناء قبل لحظات غادروا 4 ديال الحالات الأخيرة اللي كانت في المستشفى الإقليمي صانية الرمل بمدينة تطوان. طبعا احنا فخورين وفرحانين الآن بعد ساعة قبل الفطور 27 رمضان في هذه الليلة المباركة الحمد لله أنه تطوان كتغلب جهد الله وتضافر الجهود كما قلت ديال الأطقم الطبية وشبه الطبية والسلطات المحلية والأمنية وكل من ساهم من قريب وبعيد في التغلب على هذا الوباء. الحمد لله أنه نطلب الله أن الساكنة ديال تطوان تلتزم بالحجر الصحي وما خصناش ترجع شي حالة للمستشفى الإقليمي بعد ما تسجلوا فيه 67 حالة ديال 76 حالة الإصابة اللي كانت في المستشفى. إذن 76 حالة اللي دخلتنا المستشفى الحمد لله أنا اليوم وصلنا لصفر حالة متتبعينا طبعا، وهذا الشيء تيفرح. مبروك على ساكنة تطوان، مبروك على تطوان الحمر البيضاء، مبروك كل المتتبعين الأوفياء طبعا، العقبة لكل المدن المغربية في القريب العاجل إن شاء الله ترجع الصفر حالة متتبعينا. إذن ساعة قبل الفطور اخترنا لكم هذا الموضوع والخبر المفرح متتبعينا أن تطوان الآن كتسجل صفر حالة الحمد لله قبل عيد الفطر، وبتضافر الجهود كل المتدخلين في هذه الجائحة تمكنت ساكنة تطوان أنها توصل صفر حالة والحمد لله. نتمنوا بالفعل المدن المغربية الأخرى حتى هي ترجع صفر حالة كما رجعت تطوان الآن مرتين المضياق الفنيدق والشفشاون. للتذكير أنه غدا إن شاء ربنا المغاربة العالقين بمدينة سبتة المحتلة سيغادرون المدينة ويدخلون إلى أرض الوطن، وطبعا هيبقوا 14 يوم في الحجر الصحي بين المضياق والفنيدق. إذن متتبعينا طبعا هذا خبر تفرح الحمد لله أن اليوم مدينة تطوان استبشرنا خيرا بصفر حالة بعد ما غادروا 4 ديال المواطنين اللي كانوا في المستشفى الحمد لله، اخرهم كان السيده والابن ديالها هما الثنائي الاخير اللي غادروا مستشفى صانية الرمل. وخدينا تصريح مع مدير المستشفى الاقليمي سي محمد الخصه المدير المستشفى الاقليمي طبعا عيدوز فيديو في لاشين بعد قليل متتبعين. اذا نتمنى بالفعل تبقى تطوان صفر حالة وفي القريب العاجل إن شاء الله أننا نبقى صفر حالة كذلك وجل المدن المغربية متتبعين بالدعوات ديالكم إن شاء ربنا يكون الخير. إذن استبشرنا خيرا متتبعين اليوم بصفر حالة بمدينة تطوان، نطلب الله السلامة والخير والشفاء العاجل لكل المرضى الحمد لله. ده خبر مفرح اليوم في هذه الليلة المباركة 27 رمضان متتبعينا بصحة فطوركم، نتمنوا الخير ونتمنوا الشفاء لكل المرضى في العالم كامل، الله يرفع علينا هذا الوباء في القريب العاجل.
فهمتي شحال من حاله كانت تطوان كتبقات فيها 4 حالات الحمد لله اليوم غادروا المستشفى والان رجعنا 0 حالة بعد ما كانوا 76 حاله في المستشفى الاقليمي الحمد لله تدريجيا كل مره تخرجوا حالات خرجوا 11 خرجوا 7 خرجوا 9 خرجوا 3 4 2 1 2 والحمد لله اليوم كانت 4 ديال الحالات اللي غادرت المستشفى متبعينا هذا خبر تيفرح الحمد لله والحمد لله والشكر لله والدعوات ديالكم متبعينا في كل المدن المغربيه وفي العالم باسره الله يرفع علينا هذا الوباء وفي العالم كامل في القريب العاجل ترجع المياه لمجاريها والحياه الطبيعيه وحنا مقبلين على عيد الفطر لا تفصلنا اقل من 72 ساعه فقط اذا كان عيد الفطر يوم الاحد فاذا به عندكم باقا 48 ساعه اليوم نعتبروا هو انتهى السادسه العشيه وين 6:30 هذه ولكن اذا كان يوم الاثنين كتكون 72 ساعه على العموم 48 ساعه 72 ساعه حنا في 27 في هذه الليله هنيئا لبنى هنيئا لكم بفتح المحلات طبعا هنيئا لصفر تطوان عفوا صفر حاله وهنيئا للتجار طبعا انهم يتحركوا ان شاء ربنا في هاد الاربع ايام ديال العواشر نطلبوا الله في هاد الاربع ايام انهم يتحركوا متسبعين اذا نتمنوا بالفعل متابعينا الناس تلتزم بالحجر الصحي وما بغيناش في الحقيقه ترجع شي حالات تطوان نتمنوا يا ربي السلامه ان الناس تلتزم وتبقى في المنازل ديالها والحيطه والحذر ونتغلبوا على هذا الوباء في القريب العاجل اذا متابعينا كما كتشوفوا احنا معكم في هذه الجوله في ساعه قبل الفطور الحمد لله ان الامور بخير وعلى خير تطوان الان صفر حاله تطوان صفر حاله نتمنوا بالفعل في القريب العاجل ان جل المدن المغربيه ان شاء الله ان شاء ربنا تكون صفر حاله كذلك ونحتفلوا جميع اذا شكرا لكم شكرا كل المتابعين الاوفياء داخل المغرب او خارج المغرب والحمد لله في القريب العاجل كما قلت نسمعوا الخبر اخر في كل المدن المغربيه صفر حاله في القريب العاجل الله يشافي كل المرضى جميع الامراض مش على كورونا اللي مريض الله يشافيه والدعوات ديالكم متبعينا اذا من شارع والمدارس ايسو من شارع المسيره وحنا تنعطيكم هذا الخبر متبعينا ديال صفر حاله اللي شهدتها مدينه تطوان طبعا قبل لحظات اللي غادروا اربعه ديال الاشخاص غادروا المستشفى متبعينا شيء تفرح شيء جميل جدا نتمنوا بالفعل كل المدن المغربية في القريب العاجل إن شاء ربنا تاهي تكون صفر الحالة ولكن الحاضر يعلم الغائب متتبعين وتمنى عاوتاني صفر حالة من طنجة يقول يوسف أمين رب العالمين هدى الحمد لله يا رب طبعا هذا خبر تفرح إذا كما قلت متتبعين قبل ما نختم هذا المباشر ساعة قبل الفطور وأنه استبشرت ساكنة تطوان خيرا بصفر حالة الآن بمدينة تطوان 4 حالات غادروا المستشفى قبل لحظات أقل من 30 دقيقة فقط باش غادروا الأربعة ديال الحالات المستشفى الإقليمي وبهذا تكون تطوان صفر حالة الحمد لله جات في 10 أواخر ديال رمضان ومع ليلة القدر كذلك الحمد لله والشكر لله نتمنوا الساكنة ديال تطوان والضواحي يلتزموا ما بغيناش نسمعوا أنه حالات تسجلوا في المستشفى الإقليمي سان يضرمن من تطوان ومن شارع المسيرة وعلى مقربة من حديقة مويرشيد تنقول لكم شكرا لكم صحة فطوركم أمل نلقاكم بخير في الساعة 10 ليلا مع مباشر آخر والدعوات ديالكم متسبعينا وفي القريب العاجل إن شاء الله نتمنوا بالفعل يكون كل المدن المغربية بصفر حالة تحياتي لكم أينما كنتم داخل المغرب أو خارج المغرب نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير متتبعينا وحنا الحمد لله شكرا للطاقم الطبي شكرا للامن الوطني شكرا لجان النظافه شكرا لكم ايضا طاقم شوف تي في وهيدا مع المدن المغربيه كلها تقول هدى شكرا لك اختي هدى شكرا لكل المتابعين الاوفياء على التعليقات ديالكم والحضور الدائم حنا في شوف تي في التزمنا امام الله وامام العبد اننا غادي نبقاو في هذه الجائحه نجلوا للطيران ونقلوا لكم الوقائع صوت وصوره الحمد لله دازت الامور بخير ونتمنوا الشفاء العاجل لكل المتبعين عفوا كل المرضى ديالنا في المدن المغربيه وفي العالم باسره شكرا كل المتبعين الاوفياء من تطوان ومن شارع الشيخ مكي الناصري شكرا لكم الى اللقاء كننتظركم انتظروني الساعه 10 ليلا مع مباشر اخر الى اللقاء وصحه فطوركم.